يمكن خليني أتكلم مع حضرتك عن أصداء قضاء وزارة الداخلية على خلية الأميرية الإرهابية، طبعا أصداءها ترددت بقوة داخل الشارع المصري في الفترة الماضية. في البداية عايزين من حضرتك يمكن نتكلم بمزيد من التحليل المتعمق لأسباب ودوافع جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها التابعة في توجيه يمكن ضرباتها للشعب المصري دائما وأبدا. يعني الحقيقة ما كناش يعني بعاد كتير في خلية الأميرية أو في العملية الأمنية اللي كان نتيجتها الناجحة هي إجهاض عمل وإحباط المخطط الذي كانت هذه الخلية تتجهز لتنفيذه على الأرض. ما كناش بعيد عن ما اعتدنا عليه من جماعة الإخوان أو من أي من الأذرع المتحالفة معها أو اللي بتشتغل لحساب جماعة الإخوان. ليه مش بعيد؟ الحقيقة لأن أولا محاولة زعزعة الاستقرار على الأراضي المصرية هدف رئيسي وهدف محوري لدى الجماعة، استغلال فترات الأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية والقومية الحقيقة حاضرين بقوة منذ العام 2011 لغاية النهاردة، روتيني تماما، وعشان كده بنقول مش بعيد فعلا. محاولة استثمار أي ظرف استثنائي بتمر به الدولة أو المواطنين المصريين أو العالم كله كما نحن فيه الآن، وحضرتك كنت بتتابعي أزمة صحية في شرق العالم وغربه منذ ساعة، هكذا تفعل كل الشاشات وكل الرأي العام العالمي، ذهنه منتبه يعني بنوع من أنواع التوحد الإنساني مع أشقائنا في كل دول العالم. صحيح. بنطمئن على إيطاليا، على هونغ كونغ، على الصين، على اليابان، على الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الظرف الإنساني الاستثنائي الحقيقة أيضا لم تخلف جماعة الإخوان ولا الإرهاب لم يخلف موعده بأن هو يحاول يستثمر هذا الانشغال في أن هو ينزل على الأرض لمحاولة إصابة المواطنين بقدر إضافي وبمزيد من الضغط النفسي على أعصاب المواطنين، أو محاولة كما أشرنا إلى أن توجه للدولة المصرية رصاصات من الخلف ورصاصات في الظلام. الحمد لله احنا كنا قدام ضربة أمنية استباقية ناجحة بامتياز، قدرت انها تقطع الطريق على كل هذه المراهنات الخاسرة. الإخوان كانوا بيراهنوا مراهنة خاسرة جدا ان الأجهزة الأمنية منشغلة، ان المؤسسات منشغلة، ان المصريين فعلا كما ذكرنا هم ذهنهم في مساحة أخرى تماما، لكن الحقيقة هناك أجهزة ومؤسسات ذهنها حاضر تماما وتدرك أن للمشهد أبعاد كثيرة حتى وإن كانت غير متوقعة، لكنها كانت حاضرة في هذا الجزء غير المتوقع وقدرت أنها توجه ضربات قاسمة. وملمح النجاح الرئيسي أنها كانت ضربة استباقية لم تتمكن الخلية رغم كل تجهيزاتها ورغم أنها موجودة في مكان حيوي للغاية ومعقد جدا، لكن قدرت الأجهزة الأمنية أنها تحرمها من أنها تنفذ أي عمل من قائمة المخططات اللي كانت بتشتغلها. طب سيادة العميد، لماذا الأميرية تحديدا، اختيار الأميرية كنقطة لارتكاز هذه الخلية الإرهابية، هل لي سبب محدد أو أن البعض بيقول أنه الأميرية في فترة من الفترات كانت بها عدد كبير من السلفيين والجهاديين؟ يعني ربما الأميرية أنا أتوقع أن هي اختيار لأحد الأحياء اللي في قلب العاصمة، يعني العاصمة هي اللي محل اختيار، يعني ربما هي هنا اللي نقف قصادها، القاهرة العاصمة هي محل اختيار أو محل التخطيط لدى جماعة الإخوان أو لدى التنظيمات الإرهابية اللي اشتغلت في هذه القضية على وجه التحديد. كان واضح جدا أن المستهدف القاهرة ووسط المدينة، نزول إلى بقى أحد الأحياء القريبة من نقاط أو أهداف متوقعة. إحنا قدام الأميرية قدام المطرية أيضا أحياء متشابهة إلى حد كبير، أحياء متوسطة لكنها تتميز بكثافة سكانية عالية جدا وكثافة عددية عالية، قريبة من مناطق استراتيجية كتير جدا ممكن سهل الانتقال منها إلى هذه المناطق وتنفيذ عمليات إرهابية بحقها. لكن أنا هنا هرجع للجزء اللي حضرتك أشرتي إليه الخاص بيه
ان حي الأميرية ربما بيه عدد كبير من الإخوان او من السلفيين. الأمر ده ما بيبقاش بعيد عن ذهنية اللي بيختار، يعني لو قدامه 6 أو 7 أحياء ينطبق عليهم ذات المواصفات اللي احنا بنتكلم عليها وعايز ينزل إلى القاهرة أو يدخل القاهرة في أحد أحيائها، بينحاز لحضرتك قلتي، بينحاز للأماكن اللي فيها نوع من أنواع الحواضن الاجتماعية، لأن الألفة يعني. في ألفة، في مساعدات لوجستية بتقدم حتى خلف الستار، في قدرة على التمويه على أجهزة الأمن، احتضان هذه الخلية وإخفاء تواجدها في هذه المنطقة من ناس بتساعدها، عمليات مراقبة بيقوموا بيها لأجهزة الأمن علشان لو حدث مداهمات أو غيره أو ملاحقات يبقى قادرين المجموعات اللي بنسميها الحواضن إنها تبلغ هذه الخلية فيتخذوا حذرهم. هنا بتتفوق بقى إن مكان لديهم ارتباطات سابقة بيه، لديهم عناصر مساعدة ممكن تقدم ليهم خدمات. الكلام ده كان بيحدث عندما كانت تنظيمات الإرهابية في سيناء تبعت مجموعة من الخلايا، فدائما وأبدا من كانوا، ودي كانت أول نقطة كشف عن ارتباط الإخوان بداعش وبالقاعدة وبغيرها من التنظيمات، صحيح. إن كانت الخلايا دي عندما كانوا يبعثوا بخلية أو بمجموعة تنزل على محافظات الدلتا أو القاهرة أو تخومها أو غيره، كانت دائما بتقيم في حاضنة إخوانية، وأن الإخوان بيكونوا هم المسؤولين عن الإقامة وعن الانتقالات وعن تقديم الدعم. وهنا كان أول كشف مبكر جدا في العام 2013 أمام الأجهزة الأمنية أن الارتباط وتوزيع الأدوار موجود وحاضر طوال الوقت.